للمزيد من المتابعة مشاهدينا الكرام ينضم إلينا الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا فندم، مساء الخير. مساء النور. إشادات عالمية إذن دائما بفضل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي. نريد أن نلقي الضوء على ارتفاع فرص التشغيل بمشروعات الجمهورية الجديدة والتي أدت أيضا إلى قهر معدلات البطالة مع استمرار تعافي مؤشرات سوق العمل. ده بيقول يا فندم ان نتيجه زياده الاستثمارات المباشره، يعني حركه التشغيل داخل الاقتصاد المصري بتتحسن زي ما بنقول يوم بعد يوم، او ربع سنه مئويه ماليه يوم بعد يوم بتزيد. اعتقد ده كانت النتيجه بتاعته ان زياده فرص التشغيل داخل مصر اضافت حوالي 3 مليون فرصه عمل في عام 2021. خلينا نقول ان النتيجه دي نتيجه ايجابيه جدا نظرا طبعا لجائحه كورونا. نعم. الاسواق اللي شبيهه بينا يا فندم بتتراجع فيها يعني معدلات الاستثمار، ولكن احنا الحمد لله عندنا زياده الاستثمارات كانت واضحه جدا بزياده عدد التشغيل وزياده فرص العمل. زياده فرص العمل ده بيدل على ان الاستثمارات اللي بتخش سواء محليه او اجنبيه بتكون واثقه في الوضع الاقتصادي المصري نتيجه طبعا حجم التصنيف الائتماني او لا. زياده معدلات النمو او ان الاستقرار المجتمعي وزياده فرص التشغيل ده نتيجه عمل كبيره جدا من الحكومه خلال الاعوام الماضيه. زي ما حضرتك تفضلتي ان مؤشر البطاله ده مؤشر شيء ايجابي جدا، تراجع طبعا مقارنه بالاعوام السابقه يعني اكثر من 2 و3%. ده بيدل الحمد لله احنا بنسير بخطى كويسه جدا في زياده حجم التشغيل داخل مصر. نعم، انخفاض معدلات البطاله يعني كيف يمكن ان يكون من شأنه ان يعزز ايضا من فرص الاستثمار في الجمهوريه الجديده وايضا في اطار وجود الان العاصمه الاداريه الجديده؟ خلينا نقول يا فندم اي مستثمر سواء اجنبي او محلي طالما حصل منه اقبال على وضع الاستثمار في مصر فاكيد بيكون ان هو وضعه الاستثماري ده كمان بيكون بيعتمد على اليد العامله المصريه. زي ما حضرتك تفضلتي وقلنا الجمهوريه الجديده ده نوع من انواع زي ما بنسميه كده بقور التعامل الحكومه والقياده السياسيه اللي احنا بنشوفها بتولي اهتمام كبير جدا بالبنيه الاستثماريه والاقتصاديه بجميع اركانها، سواء تعديل في الموازنه العامه، سواء ان يكون في دفع من الاستثمارات الاجنبيه المباشره او الغير مباشره، سواء ان بيكون في اهتمام ان يكون في زياده في معدلات النمو، كل ده يا فندم بيترجم ترجمه بزياده فرص العمل اللي هي بتكون نتيجه زياده في ارتقاء ورخاء المجتمع، زياده النهارده في حجم الاستثمارات ده بيدل ان الحمد لله احنا افضل من اسواق كبيره وقريبه مننا كثيرا. المجهود اللي بتقوم به الحكومه لدفع الاستثمارات واكبر مما كنا عليه ايضا بالامس دكتور مصطفى. شكرا جزيلا لك الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، كنت معنا على شاشه التلفزيون المصري.